وتعالوا نفتكر عشان بننسى فشل التعليم وتدهوره. هو مين اللي كان سبب فشل التعليم؟ هو احنا التعليم قبل كده مش كان كويس؟ وامتى التعليم باظ؟ هي امتى الصحة حالتها تدهورت والمستشفيات وفيروس سي استشرى واكل اكباد المصريين؟ وكانت مصر اول دولة في العالم في الاصابة بفيروس سي، حوالي 10% من المصريين، ملايين كان عندهم فيروس سي. هو احنا هننسى العشوائيات؟ وانتوا ناسيين يا جماعة العشوائيات؟ ده احنا كنا بننزل كل شوية نروح نصور صورة الأحجار الضخمة، صخرة المقطمة اللي نزلت والدوية اللي نزلت على دماغ الناس وكانوا ساكنين في بيوت صفيح. هننسى العشوائيات؟ وما أفرزته العشوائيات من سلوكيات. التوك توك اللي دخل حياتنا، هو التوك توك دخل إمتى؟ اللي دخل مش بس الحواري والأزقة، لا، دخل كل حياتنا بما به من سلوكيات العشوائيات. دي مجرد نماذج، لكن كتير بننساها تحت ضغط الأحوال الحالية. اقتصاديا بقى، وانتوا عارفين دي الحتة اللي أنا بحبها اقتصاديا، احنا كنا صحيح بناكل ونشرب ونتفاخر بمعدلات النمو، كنا سعداء بيها في وقتها، ومرة أخرى في وقتها كنا سعداء بيها، كنا بنوصل ل6 و7%. لكن الحقيقة ان احنا ما بقيناش نمر على النيل زي ما كنا بنقول وقتها. ده احنا ما بقيناش فار، حتى مش نمر، احنا ما عدناش فار. بينما دول اخرى نهضت وكانت طالعه معانا في نفس الوقت وسبقتنا بكتير. صحيح كنا بناكل ونشرب، بس كنا بنأجل المشاكل، يعني ما كناش بنواجه موضوع الدعم. فضل الدعم يزيد ومش بنواجهه، فضل الدولار ثابت ومش بنواجه، فضل البنزين سعر البنزين ثابت ومش بنواجه. ده ممكن الناس العاديه تقول لك طب ما ده كان كويس. لا، انت ما كنتش بتواجه الحقيقه، انت كنت عامل ستاره زي ما بتكون بتحط التراب تحت السجاده، وما كناش بنواجه. وكثير من الاقتصاديين كانوا بيقولوا الكلام ده، وانا اذكر انا كنت بشتغل الشغل ده، كانوا بيقولوا لابد من مواجهه الدعم، لابد من مواجهه سعر الصرف، لابد من لابد لابد. ما كانش ده بيحصل. ما قدرناش طول 30 سنة ان احنا نواجه بحق اي من الازمات اللي واجهتنا، لا الدعم ولا الصحة ولا التعليم ولا الطرق المنهارة ولا الصرف الصحي اللي ما كانش موجود في الريف. وانتوا نسيتوا 95% من الريف المصري لم يكن به صرف صحي. وافكركم كمان الفقر، وده كنا بنقوله في التقارير الرسمية، كان جهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء كان بيزيد 1% كل سنة من 2000 ل 2010، اللي هو قمة النمو الاقتصادي، كان بيزيد 1% كل سنة. يعني كان عندنا معدلات نمو عالية لكن معدلات تنمية منخفضة، وفي فرق كبير بين النمو والتنمية، ده عايز كلام كتير. عملت ايه الدولة بقى وقتها بالعوائد اللي كانت بتجيلها من معدلات النمو؟ ولا حاجة، ولا حاجة. بالأرقام كانت بتتشفط في ايه؟ في الدعم، في تثبيت سعر الصرف، ما كانتش بتوصل للناس. فالاستثمار، نيجي للاستثمارات العامة، طب كانت بتصرفها في الاستثمارات العامة؟ لا. أنا رجعت لميزانية 2010-2011، حجم الاستثمارات العامة كان كام؟ 38 مليار جنيه فقط من إجمالي إنفاق 290 مليار، ولا حاجة. وفضلنا عايشين في انتظار تساقط ثمار النمو، ودي كانت النظرية العظيمة اللي كانت موجودة، تساقط ثمار النمو لحد ما الدنيا والبلد كلها وقعت فوق دماغنا. هي تساقطت، بس تساقطت فوق دماغنا ودماغ اللي جايين. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه الأمور وقتها كنت بتحسبها بشكل، ودلوقتي تشوفها بشكل، كل الأمور في سياقها. وبعدين لو بنتكلم عن السياق، احنا بس نسينا ان مصر تم إعفائها من 50% من الديون من نادي باريس، اعتقد بعد حرب العراق الأولى على ما أذكر، 91، أو حرب الخليج 91، وده اللي سمح للاقتصاد المصري وقتها انه يتنفس، انه تشال من عليك 50% من الديون. لو لم يكن هذا الاعفاء كنا هنعمل ايه وقتها؟ معرفش. صحيح كان في مواجهه ارهاب، لكن مواجهه الارهاب ومعركتنا مع الارهاب وقتها ما كانتش معركه طويله.
زي ما احنا عندنا معركة طويلة دلوقتي، احنا قعدنا سنوات طويلة في مواجهة مع الإرهاب. ما كانش بقى في ليبيا وسوريا والسودان وغزة وقناة السويس اللي مش عارفين مستقبلها عامل ازاي، والبحر الأحمر وكورونا، كل ده ما كانش موجود. كان نظاما مستقرا وسط إقليم في أغلب أحواله كان مستقر. صحيح إن كان في حرب الخليج، ما أقدرش أنكر، كان في حرب العراق الأولى، لكن أنت تتكلم على حرب واحدة ضمن بقى أنت محاط بكل الحروب. مرة أخرى هذا ليس تبرير، ولكن أحب الأمور نناقشها في سياقها. خامسا، احنا بقى نسينا الوضع السياسي، طب ده الاقتصاد. الوضع السياسي واللي بيشتغلوا من زمان غيري زي كده مش ناسيين، مش ناسيين مين اللي مكن الإخوان. كان النظام مبارك. مين اللي عقد الصفقات مع الإخوان والسلفيين؟ كان نظام مبارك. اللي وصل للحكم بعد رئيس اغتاله الإرهاب المتطرف، ورغم ذلك ساب الجماعات ترتع في الأرض. الصفقة كانت عاملة إزاي؟ العبوا في كل مكان بس بلاش الحكم، اعملوا أي حاجة، العبوا في كل مكان في البلد بس بلاش الحكم. خدوا النقابات، خدوا الأندية، ادخلوا المدارس، اعملوا مدارس، اعملوا مستوصفات عشان تداري عجز الدولة عن تقديم الخدمات الصحية، شكلوا جمعيات أهلية وجمعيات شرعية. انتوا نسيتوا يا جماعة؟ ادخلوا البرلمان زي ما حصل في 2005 88 عضو، بس مالكوش دعوة بيا. كان هذا في وقت مبارك. انتهى الأمر بأن هم قفزوا بعد كده على الثورة وسرقوها وحكموا فعلا. هو مين اللي أول إخوان والسلفيين؟ مين اللي أول إخوان والسلفيين تذكروا؟ مين اداهم فرصة عشان يعملوا شعبية وأرضية؟ الفراغ اللي سابته الدولة. عشان كل ما سبق الناس نزلت الشارع وقالوا عيش، حرية، عدالة اجتماعية. رغم ان انا الحقيقة شخصيا مش يعني ما كنتش من المنحازين قوي لثورة يناير، الناس كلها عارفة ده، لكن احترمت رأي الناس وقتها، احترمت غضب الناس وقتها. خلاصة القول، اللي على راسه بطحة يا جماعة ما يحدفش الناس بالطوب. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة، نواجه مشكلة، بنواجه مشكلة. كان محدش يقول لي اصل من 30 سنة كنا اعظم بلد. لا ما كناش. وفي قصص بقى تانية مش عايزين، والناس نسينا، الناس كانت بتشكي طول النهار، والصحافة بتشكي، وكفاية وإبريل والتوريث، احنا نسينا كل ده. تحت ضغط الأزمة الاقتصادية بننسى كل ده، ونسينا قصص الفساد، ونسينا في قصص كتيرة بقى. يعني مثلا قضية القصور الرئاسية اللي حكمت فيها المحكمة وقضى فيها مبارك وأبنائه السجن 3 سنوات، وبعض القضايا ما عرفناش نسبتها زي فلوسهم اللي في سويسرا اللي خدوها وخدوا عليها الفوائد. ما يعني يا جماعه لو فتحنا الباب هنفتحه ولسه في علامات استفهام، وانتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ خلينا بس فاكرين دايما عندنا ازمه، لا نحيد عن مواجهه الازمه دي، نحل الازمه دي. عندنا مشكلات، عندنا اختلافات وخلافات حول السياسات الاقتصاديه، نتكلم في ده، لكن نرجع نقول اصله اللي فات كان ورد ومانجا، واحنا دلوقتي لا كانش لا مانجا ولا ورد، كان عندنا مصايب. وهو ده الحاجات اللي حصلت دي اتورثت لنا، فهو ده المصايب، جزء كبير من المصايب دي، ما بقولش كل، بقول جزء كبير منها. نفتكر بس عشان احنا كتير بننسى. نخرج فاصل ونتكلم عن كرة اليد.